السلام عليكم، أسعد الله مساكم وسيتوا بالخير جميعا. أشكركم جميعا وأشكر الناس اللي تحمدتنا بالسلامة، جزاكم الله خير. طلبوا منا شغلات، طلبوا ملخص الرحلة كاملة والمدن اللي زرناها والفنادق. الحين بعطيكم ملخص سريع عن كل الرحلة. الرحلة كانت على طيران الاتحاد إلى صربيا بلغراد، عاصمة صربيا، 5 ساعات و40 دقيقة تقريبا إلى بلغراد. دولة الإمارات يدخلون بلغراد بدون أي فيزا، المطار كان سهل. البلاد أعطيها 6 من 10، تحس أنهم ياس يشتغلون في البلاد، فيها مناطق قديمة، فيها قلاع اللي تابعني أول الرحلة، أعطيها 6 من 10 تقريبا. الفندق اللي سكناه فندق حياة رجنسي، فندق جميل، غرف واسعة، الله يعزكم، دورة المياه واسعة، خلفه مول ويبعد عن المعمعة 10 دقائق أو 20 دقيقة. تعمدنا نسكن كل الفنادق اللي خذناهن تقريبا في المدينة أو مشي 10 دقائق إلى المدينة. اللي باسم فندق بلغراد الحين بحط له الفندق. هذا السعر الغرفتين، خذنا غرفتين، نحن 4 شباب. طبعا 2 قالوا لا تصورنا، بس الدكتور قال عادي تصورين. بعدين طلعنا على بودابست عاصمة المجر، يسمونها بالانجليزي هنغاريا واحنا نسميها المجر. بلاد جميله، جلسنا فيها 2 يوم صراحه، تستحق اكثر على كذي. بودابست لو قالوا لي ترجع تزورها بقول نعم ارجع ازورها. صربيا لا، احتمال هي واحتمال لا، اما المجر ممكن ازورها، بلاد جميله وتستحق اكثر على اليوم. كان جوها جميل، عندهم قلاع، الشعب طيب، سكننا على النهر، عندهم متاحف، عندهم شارع مشاة جميل. الفندق اللي سكناه وايد حلو، الانتر موقعه جميل، مرة بتطلع من الانتر خلفك شارع المشاة وقدامك النهر، فندق جدا جميل. بحط لكم الفندق، هذا السعر طبعا ليلتين وغرفتين. على فكرة اوروبا الشرقية ارخص عن اوروبا الغربية. بعدها انتقلنا الى سلوفاكيا، الى رتزلافا. رتزلافا هذه عاصمة سلوفاكيا، بلاد جميلة، باردة، راقية. جميلة وتستحق الزيارة، فيها مناظر جميلة، واحلى شيء فيهم يتعاملون باليورو اكثر عن عملتهم، يعني دشوا شوي على الاوروبيين. ملاحظة، يوم طلعنا من صربيا على المجر كان في تفتيش من خروج من صربيا ودخول المجر، بعدها من المجر إلى سلوفاكيا ما كان في تفتيش. سكننا فندق الشيرتون، فندق الشيرتون حديث وراقي، في مول كبير، بحط لكم عنوان الفندق في سلوفاكيا. بعدها انتقلنا الى منطقة بيرنو. بيرنو تعتبر ثاني اكبر منطقة في التشيك بعد العاصمة براغ. المنطقة يعني حق يوم واحد، فيها اشياء تاريخية، منطقة حلوة، باردة، فيها طلاب وايد، فيها جامعات المنطقة هذه. سكننا فندق مبنى قديم، يمكن كان قصر وحولوه وحدثوه كامل، فندق جميل صراحة، عيبة بس ما فيه مسبح سوينج بول. بعدها انتقلنا إلى العاصمة براغ، طبعا ما في تفتيش زي ما قلنا لكم. براغ ما شاء الله يعني فيها أشياء تاريخية، فيها مباني قديمة وايد. براغ تستحق زيارة، جلسنا فيها 2، عندهم أشياء تاريخية زي ما قلنا لكم، يوم هتلر عطول استسلموا، الأشياء القديمة للحين موجودة عندهم، وايد سواح فيها ما شاء الله، شوف زحمة السواح، عندهم شارع مشاة، عندهم قلاع، عندهم أشياء قديمة، عندهم متاحف، عندهم نهر حلو.
يسمونها مدينة الأمية برج، يسمونها المدينة الذهبية. في الليل كل تاتا لونها ذهبي وتغذية ذهبية، فيها حياة في الليل يعني جميلة صراحة. سكننا فندق جميل، فندق في السنتر، وهذا الفندق اللي سكننا. المدينة الكبيرة كنا نجلس فيها يومين، أبراق جلست فيها يومين لأنها عاصمة كبيرة. بعدين انتقلنا إلى مدينة العشاق، كان القرار في أبراق للمدينة. اللي هي مدينة تشيسكي كرومالوف، صح ولا غلطي بالتا ما أدري. إذا لاحظتوا الخارطة بدينا نرجع، كنا نروح فوق على اتجاه بولندا وبدينا نرجع مرة ثانية. مدينة صدق انها مدينة العشاق، مدينة حلوة جميلة، مناظر جدا رائعة فيها، وعلى فكرة المدينة باردة فنادقها بدون مكيفات. المدينة هاي على حدود النمسا، يعني تقريبا قريبة من حدود النمسا. مدينة جدا رائعة تستحق الزيارة، يمكن ازورها مرة ثانية. فنادقها على قد الحال، عادة المناطق الريفية تكون فنادقها مش راقية نفس المدن، فاقل مستوى ولكن حلوة يعني. المدينة مدينة قديمة من القرون الوسطى، القرون الوسطى انتهت في 1500 تقريبا، فيمكن هي 1200 1100 المدينة هذه. بحط لكم أفضل فندق فيها. بعدها انتقلنا، طلعنا من أوروبا الشرقية، دخلنا أوروبا الغربية، دخلنا فيينا لأنها كانت الحدود وعطريج الردة. فيينا عاصمة يعني ما تحتاج مدح، فيينا معروفة تستحق أكثر من يوم، ولكن الرحلة بدت أيامها تكسر عندنا وما نقدر نيس أكثر. فيينا طبعا ما شاء الله مدينة كبيرة فيها شغلات كثيرة، وسكننا فندق صراحة راقي، فندق يعني جديد وعلى النهار وقريب من المعمعة. بعطيكم اسم ومن فيينا صار القرار اني اروح زغرب. زغرب عاصمة كرواتيا، لانها عندي على الطريق ما فيها اقطع 6 ساعات لين صربيا. زغرب عاصمة كرواتيا، مسافة طويلة بس انا لازم ارجع. طبعا دخلنا حدود وتفتيش في زغرب. بلاد جميلة وعندهم شغلات حلوة، جوها شوي يميل للحرورة ولكن في الليل الجو بارد، كل ما تنزل أكثر حرورة. سكننا في فندق يبعد تقريبا مشي 10 دقائق عن المدينة القديمة، هناك كل شيء حوط في المدينة القديمة عندهم. بحط لكم اسم الفندق. جلسنا يوم وبعدين ردينا إلى النقطة الأولى صربيا وسكننا في نفس الفندق اللي أول. الرحلة كانت 11 يوم، قلت أنا برفع فوق بتم ماشي، دين تقرب علي الأيام وابتدي أرجع مرة ثانية. بعض الشغلات كنا مخططين لها، بعض الشغلات انا في الليل اروح اشوف اقرب مدينه واحسن مدينه، احجز فندق واشوف خط السير واخزنها عندي في الجارمن واتوكل على الله. شو العيب في الدول هذه؟ العيب مالهن كل دوله لها عمله بروحها، التشيك بروحها، المجر بروحها، سلوفاكيا بروحها، كرواتيا بروحها. الزين المجر والتشيك وفيينا ما في حدود، هاي داشين في اوروبا تقريبا وما في بينهم حدود، ولكن زي ما تكلمت العمله فيها مشكله. سلوفاكيا شوي استعمالها لليورو أكثر، الدول الثانية كلها تستخدم اليورو ولكن بعض المحلات ما يرضون يبون عملتهم الخاصة فنضطر ندفع بالفيزا. أكثر 3 دول عيبني المجر والتشيك والنمسا، يعني أكثر دول كانوا أبرد وأحلى. حطيت لكم الدول والمسافات والفنادق وأسعار الفنادق. أوروبا قوم الصبح وقرر وانتبه وتوكل الله، ما عندك أي مشكلة. وأي سؤال بخصوص الرحلة أنا حاضر.
والحين بحط لكم صور اللي بياخذ خلفيات عن الرحلة كاملة. تحياتي لكم جميعا.